كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. غادي نقراو من واحد القصيدة كتبتها غير مؤخرا، وهي كانت بمناسبة ديال هي مش مناسبة، كان بالخبر ديال الوفاة ديال الأب ديالي تاريخ ديال 5/8، وما كانش عندي شي طريقة باش نتواسى بها من غير أنني نخرج داك المعاناس ديالي في إطار. إذا غادي نقراو منها بعض الأبيات. صوت: في غفلة راح عني الحبيب، ومن الصدمة صار العقل شريد. يا موت أخذت مني من أحبتي سيدهم، وقطعت عني ألفة عمر مديد. دخلت الدار بلا موعد، وفي غيبتي فعلت ما تريد. تعلم أني لا أخشاك، وبيوم لقائك أنا سعيد. لكنك أخذت عني الحبيب، ونكست عني فرحة العيد. كمنيت النفس برؤياه، ورتبت للأمر كل المواعيد. نار شوقه وهو مني قريب، بها أكتوي وهو اليوم بعيد. هجر النوم عيوني، وصار الدمع فيها بأنيد. على فراق الحبيب أبكي، أدرف دمعا ينصهر لها الحديد. تمت الإدانة ديالي في 2016 وانتشأت المؤسسة. من ثم بدأ تغييرات الحياة ديالي، وبديت في المشوار الدراسي، المشوار ديالي داخل هذه المؤسسة. فما خديتش الفكره ديال ان السجن هو مجرد واحد الفضاء لقضاء العقوبه او لا من اجل الزجر. خديت هذه المؤسسه بما تقدمه لنا بطبيعه الحال، وما كيتوفر فيها الوقت الكافي اللي عندنا. ومن بين الحوايج الزوينين اللي كانوا هنايا انني استطعت انني ناخذ البكالوريا ديالي، هو الامر اللي ما تعتليش ملي كنت في الحياه ديالي الطبيعيه. كان عندي فقط نيفو بكالوريا بعد المساعدة ديال الأطر المؤسسة والمصالح ديال مصلحة ديال العمل الاجتماعي. تمكنت أنني توفقت أنني نكمل الدراسة ديالي، وخديت البكالوريا وبديت في الدراسة الجامعية. والحمد لله استطعنا أننا نمشيو مزيان في المسار التعليمي، والآن حنا مقبلين على نيل شهادة جامعية عليا. كنتمنى وإن شاء الله أنه نوصلوا فعلا أنه نثبتوا الدرس ديالنا في هذا الإطار، ونكونوا قدوة سواء الوسط السجني أو للمجتمع بصفة عامة. لانه هذا الفضاء راه ماشي كما كيعرفوه عليه الناس، انه ذاك الفضاء المغلق اللي هو موضوع من اجل العقاب 100%. راه بالعكس، هذه فكره غلطه وفكره رجعيه، من الواجب التغيير ديالها. هذا الفضاء هو فضاء النجاح، فضاء لمراجعه الذات، فضاء لتحقيق اشياء التي لم نستطع تحقيقها في الحياه الطبيعيه، وفضاء ايضا لرسم الطريق الواضح. لانه ان شاء الله هنا عندنا واحد المرحله كنقضيوها، مرحله كنقضيوها وكتنتهي بطبيعه الحال في واحد التاريخ محدد. من بعد منها راه كينطلق الانسان من جديد في الحياه ديالو الطبيعيه. اذا اللي عليه انه يستغل هذا الوقت هذا، ويرسم الحياه ديالو واحد الطريق اللي واضح المعالم، وغادي يكون نجاح ان شاء الله بحول الله. حاليا تقريبا الوقت ديالي كامل منقسم ما بين الدراسه، كنتبع في السلك الجامعي في اطار علم الاجتماع، وبقية ديال الوقت في إطار الكتابات ديالي الأدبية والانشغالات الأدبية. والحمد لله عندنا حنا الوقت الكافي، وعندنا مساعدة اللي كنتلقاوها كبيرة من طرف الأطر ديال المؤسسة، خاصة المصالح اللي قلنا ديال الشؤون الاجتماعية اللي هما مشكورين، واللي لقينا فيهم دعم صراحة لا متناهي. يكفي أنك غير تطلب مثلا لي بوليكوبي كما قلنا، ولا الدروس ولا الكتب ولا لقاءات بحال هكا، راه كل شيء كيكون موجود. الكتابات حاليا عندي مجموعة ديال الكتابات، كتابات شعرية، كاين مجموعة ديال الرسائل. هاد الرسائل هي رسائل يومية كتحكي، يعني كتحكي الواقع اليومي داخل المؤسسة أولا. وكاين واحد المؤلف أنا بصدد الكتابة ديالو إن شاء الله، واللي غيكون عبارة عن سيرة ذاتية. هذا إن شاء الله من بعد النهاية ديالو غادي نتقدم به للمصالح الاجتماعية باش غادي يتم المعالجة ديالو، وشاركوا به إن شاء الله في المجلة ديال المندوبية العامة لإدارة الإدماج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.